مشى محمد الجاسم ابو عمشة. هذا يمشي مشي اسمعه ويحمد تراب السورية، ابو عمشة يهز القاعد كل الكرة الارضية. قائد من عالم آخر، عصامي فيما وصل إليه، صاحب مشروع واضح وأهداف سامية، لدرجة أنه ضحى بإخوته أبو سراج الليزر وسيف علمدار تغليباً للمصلحة العامة وإحقاقاً للحق وتحقيقاً للعدالة ورد المظالم لأصحابها. فهو لا يؤمن بالتقارير ولا الأخبار المكتوبة، ما يريح ضميره فقط أن ينزل على الأرض ويتأكد بنفسه من أي شكوى أو خبر أو إشاعة. عدم الدخل شؤون الفصائل العسكرية. لا، أنا أبو عمشة. ولكن عندما توجه الاتهامات ضده، فلا الحق ولا العدالة ولا أصحاب المظالم يقفون في وجه محبيه الذين خرجوا في قوافل يعلنون العهد والولاء والفاء والوفاء لله والوطن والقائد محمد الجاسم. أحلى عيون اليوم وينطلقون إلى ميادين الأنفوشة. عاشم عاشم دح 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 العمشات. قائد قل مثيله، يتقن اللغة التركية كإتقانه العربية، صاحب حضور وشخصية، لا يرضى بالقليل، سقفه عالٍ وطموحه كبير، وأكثر ما يعيق مشاريعه كثرة أعدائه، فكل عدو للإنسانية هو عدو لأبي عمشة، وكل عدو لأبو عمشة عدو للإنسانية. من كان بيكيكي هو عدو للإنسانية، وإن كان البويدي هو عدو للإنسانية، وإن كان داعش هي عدو للإنسانية، وإن كان تنظيم القاعدة كمان هو عدو للإنسانية، وإن كان الميليشيات الطائفية اللي جاب لنا النظام واللي استورد النظام. يحارب أعداءه أينما حل وارتحل، فهو لا يعترف بالحدود ولا يفرق بين القارات، فمن الحرب ضد حفتر في ليبيا إلى قتال أرمينيا مع أذربيجان، فهم أعداؤه أيضا. كمان الأعداء الإنسانية بإذن الله عز وجل، هذول كلهم أعداءنا، وإن شاء الله راح نتغلب عليهم بقدرة الله عز وجل وبحبنا الشعب. قائد فذ يحمل في شرايينه غليان الشباب منذ أن كان سائق جرار، يحرث الأرض خريفا ويحصدها صيفا، وأكثر ما يكره الفقر، فيحاربه في أصقاع الأرض من سوريا إلى الكاميرون، ولكنه لا يعرف فقراء المناطق التي يسيطر عليها. العسكري احنا شبعانين امورهم جايين زين يعني، الحمد لله رب العالمين. احنا بس معنا كثير بدنا الفقراء كمكتب علاقات، انت تعرفونهم ما تعرفون الفقراء مساكنين. ابو عمشة في جيناته كل صفات القائد الناجح، تعب فوصل الى ما هو عليه، ولكن لم ينس التحصيل العلمي، فحصل على الشهادة الثانوية وان كان متاخرا، واعلى درجاته كانت بالكيمياء، فاتهموه بتجارة المخدرات التي أثرت فيما يبدو على حس الدعابة لديه. الآن هبطت الطائرة المروحية في مطار الشيخ حديد الدولي، والحمد لله نزلت سلامة.